إذا قلنا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما كان يحتمل مثل هذا الموقف ويبكي، فيعني عاشوراء وما جرى في عاشوراء بعد فوق التصور، أنه النبي صلى الله عليه وآله ما الذي حل به في تلك اللحظة؟ يعني إذا 25 جراحة لأمير المؤمنين عليه السلام، ويبدو جراحة كانت، جراحة يعني جرح دم صحيح، بس مو في ذلك العمق الذي نال سبطه الحسين صلوات الله عليه. يعني الروايات تذكر أنه الحسين عليه السلام بعد مقتل بعد شهادته رؤية، ما كان أكو هنالك حتى موضع واحد ليس فيه نبل أو سهم أو جرح بسيف، وكان عميقا، يعني كانت بحيث أنه أشلاء، يعني كان مقطعا. تعلمون أنه لما دفن كيف دفن؟ ما كان يستطيع زين العابدين عليه السلام يأخذ موضعا وإلا ويسقط الموضع الآخر، يعني البدن غير متصل. هذا دلالة فيه على ماذا؟ على العمق الذي ناله جسد سيد الشهداء عليه السلام في تلك الجراحات. فيعني مثل هذا الموقف شنو تتوقع يعني النبي صلى الله عليه وآله يصاب به، وكيف يكون حاله؟ بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.